بونجور يا شباب، تخيل كده انك كنت بتلعب مع اصحابك في الكور في الحوش، وحد من اصحابك وقع هبطان. يا ترى هتديله سندوتش لحمه ولا تديله شوكولاتايه او بونبونيه؟ فكر معايا، اكيد طبعا هتديله حاجه مسكره. طب ليه؟ وايه علاقه اللي انا بقوله ده باللسان اللي هنتكلم عنه النهارده؟ اهلا بيكم في اول لسان ناخده مع بعض النهارده، اسمه لاباز شيميك دو لافي، وده اول لسان في البروجرام بتاع البيولوجي بريمير سكوندير. ان شاء الله كل مره هناخد درس مختصر نفهم التفاصيل بتاعته ولكن بشكل عملي وسريع شويه. النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الكربوهيدرات. طيب عشان ناخد الموضوع من اوله لازم نكون عارفين ان الكوريومام او جسم الانسان عباره عن مجموعه سيستم، يعني مجموعه اجهزه زي اباري ديجستيف، اباري ريسبيراتوار، اباري وهكذا. كل سيستم او اباري بيتكون مجموعه اورجان او اعضاء، كل اورجان بيتكون من تسيو، كل تسيو بتتكون من سليل، كل سليل من اورجانيت، اورجانيت يعني اعضاء صغيره موجوده جوه السليل، وكمان موجود جواها موليكيول او جزيئات. الجزيئات دي اللي هي المركبات الكيميائيه الصغيره اللي موجوده جوه الخلايا. تمام. لكن لازم نكون عارفين حاجه مهمه جدا، ان الموليكيول او الجزيئات الصغيره ديت نوعين في السليول بتاعتنا او في خلايا جسمنا. في اورجانيك بنسميها بالعربي عضويه، ان اورجانيك او غير عضويه. الفرق بين الاثنين كلمه واحده هي الكربون. لو المركبات دي او الجزيئات فيها كربون بنقول عليها اورجانيك، زي كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، اسيد نيوكليك، وكل واحد من دول درس هندرسه مع بعض ان شاء الله. لكن لو ما فيهاش كربون بنقول عليها ان اورجانيك، زي الاو الميه H2O وسيل مينيرو اللي هي الاملاح اللي موجوده في جسمنا. احنا هنتكلم عن الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم، بنسميهم ماكرو موليكيول بيولوجيك. لحظه واحده، ايه اللي جاب الكلمه او المصطلح الكبير ده؟ احنا لسه قايلين ان جوه خلايا جسمنا في موليكيول، الموليكيول ديت ممكن تكون اورجانيك او انورجانيك. دلوقتي هنتكلم عن الاورجانيك اللي هي العضويه. العضويه الكبيره او الجزيئات العضويه الكبيره اسمها ماكرو موليكيول بيولوجيك، او احيانا بنسميها بوليمير، بعض انواعها بيطلق عليه كلمه بوليمير. ويعني ايه؟ تعال نشوف مع بعض الديفينيسيون كده. سو سون دي كومبوزون اورجانيك دو غران ديمونسيون سو كومبوز دي موليكيول بلي بيتيت كيل.